السياحة اهتمام بالسائح، أن يجد السائح وراحته من الفندق وخارج الفندق كذلك في المدن المحيطة بالفنادق. فنادقنا في الجزائر أكيد في مستوى على مستوى عالي، من فنادق 5 نجوم و4 نجوم وخدمات متميزة، لكن السياحة ليست فقط في الفندق لكن أو محيط الفندق، ولكن السياحة يجب أن تتوسع إلى خارج قدر الإمكان، خارج محيط الفندق في المدن والقرى في كل مكان. هذه الأماكن التي يزورها السائح هل هي مهيئة جدا لاستقباله في الجزائر؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في الظهيرة مع ضيفي أو ضيوفي، بداية بالسيد زهير معوش رئيس الجمعية الوطنية للسياحة والأسفار والصناعة التقليدية معي عبر سكايب، وضيفي الثاني السيد مولود يوبي رئيس الاتحاد الوطني للوكالة السياحية والأسفار سيكون معي عبر الهاتف. أبدأ بالسيد زهير معوش، مرحبا بك سيد زهير معوش وضيفي كذلك سيد مولود يوبي، مرحبا بكما ضيفي الكريمان. أولا سيد زهير معوش، شهدنا في المدة الأخيرة ترويجا للسياحة في الجزائر عن طريق أجانب عرب، يعني بالتحديد مصريين مثلا على سبيل المثال. مؤخرا يزور الجزائر الكثير من الليبيين عبر الحدود بعد إعادة فتح الحدود، وكذلك حتى مؤثرين أو صانعي محتوى أو أحد صانعي المحتوى الليبيين المعروفين الذي يقوم برحلات في مختلف دول العالم نشر فيديو عن الجزائر وإمكانيات الجزائر السياحية، وكان فيديو يعني حقيقة جدا مؤثر لدى الليبيين كذلك ممن ليس لديهم أو ليست لديهم فكرة عن إمكانيات الجزائر السياحية. نشاهد هذه محاولات الترويج للإمكانيات السياحية الجزائرية، لكن في الجزائر نحن من غير الفنادق أو خدمات الفنادق، هل نحن مهيئون على مستوى الخدمات الأخرى لاستقبال والنقل، مثلا خدمات النقل الإطعام مثلا، هل نحن مستعدون تمام الاستعداد لاستقبال السياح؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم أنكم أعطيتونا هذه الفرصة تكلموا مع قناة الشروق. لا يخفى على اثنان أن الجزائر مؤخرا ممثلة في الوزارة الأولى وزارة السياحة تعمل منذ تولي رئيس الجمهورية على ترويج السياحة للجزائر داخليا، وذلك ما رأيناه في الاتفاقية المبرمة مع وزير السياحة في الخارج. رأينا زيارة المدير العام للسياحة في وهران. السياحة في الجزائر عندها صدى عالمي، دول كثيرة تريد أن تدخل إلى الجزائر على غرار كما قلت المروجين المصريين مؤخرا، الإخوة الليبيين كذلك راهم يدخلون للجزائر بصورة ما شاء الله، إخوة تونس كذلك نشاهدهم دائما في في سيد زهير معوش أعتذر منك سنعيد الاتصال بك عبر الهاتف، للأسف الصورة غير واضحة تماما عبر سكايب بسبب ضعف الانترنت للأسف من المصدر، نعيد الاتصال بك ونواصل حوارنا معك بعد لحظات. فقط انتقل إلى ضيفي سيد مولود يوبي رئيس الاتحاد الوطني للوكالة السياحية والأسفار معي عبر الهاتف، مرحبا بك أو في انتظار أن يلتحق بنا السيد مولود يوبي. قلنا أنه موضوعنا سيكون مخصصا اليوم للحديث عن توفير الخدمات، بالضبط الخدمات السياحية للسياح القادمين إلى الجزائر. هذا ليس استنقاصا لإمكانيات الجزائر السياحية، يعني موضوعنا اليوم ليس استنقاصا للإمكانيات السياحية الجزائرية، بالعكس والجزائر ليست سيئة سياحيا، بالعكس لديها إمكانيات كبيرة، عدنا مستوى معين من الخدمات السياحية نريد نحن أن تكون أحسن مما هي عليه فقط. يعني ليس بالضرورة
حديثنا اليوم أن لا يعني أنه الجزائر ليست فيها خدمات سياحية، بالعكس فيها خدمات سياحية، وشهدنا زوار من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية تكلموا عن الاستقبال الجيد والإمكانيات السياحية، لكن نريدها أن تكون أحسن مما هي عليه. نريد أن تكون هذه الخدمات أن تكون في مستوى ما تزخر به الجزائر من إمكانيات، من مناظر سياحية جميلة جدا رهيبة ممكن لا تجدها في أي بلد في العالم، سواء في الولايات الساحلية الداخلية الصحراوية، على سبيل المثال حتى السياحة الصحراوية فقط منذ سنوات. الجزائر معروفة بالسياحة الصحراوية، الكثير من السواح الأجانب من أوروبا وروسيا كذلك يأتون لزيارة الصحراء الجزائرية خصوصا في فصل الشتاء، وجهة سياحية جدا 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 مهمة، ويجب الاستثمار فيها أكثر وتطوير الخدمات السياحية فيها أكثر. زرنا الصحراء أكثر من مرة، الوكالات السياحية هناك أو الذين يشتغلون في القطاع السياحي في الصحراء على سبيل المثال يتحدثون عن عن حجم السياح القادمين من أوروبا، والمعجبون كثيرا بالطبيعة الصحراوية والسياحة الصحراوية، لكن من ناحية الخدمات إلى حد ما غير مجهزة إلى حد كبير، رغم أن هناك بعض السياح الذين يحبون هذا النوع من السياحة، يعني سياحة دون خدمات، يعني يحبون السياحة الطبيعية هكذا دون خدمات، لكن عددهم أو هذه الفئة قليلة. الشريحة الأكبر، الشريحة المستهدفة أكبر، نخلو السياحة الطبيعية هذه لما لا، نتركها لمن يريدها، لمن يستمتع بهذا النوع من السياحة، وبالمقابل نقوم بتطوير الخدمات السياحية للذين يبحثون عن سياحة فيها خدمات، لأنه هذا الشريحة يمكن استغلالها في مداخيل مالية مهمة جدا، وكذلك في المناطق الداخلية والمناطق الساحلية. لا أدري إن كان سيد زهير معوش معي عبر الهاتف أم لا. سيد زهير معوش مرحبا. لا لا للأسف نعم، في انتظار أن يجهز معنا السيد زهير معوش والسيد مولود يوبي ضيفايا في هذا الحلقة. قلنا أنه ضروري تطوير الخدمات السياحية، شهدنا العديد من الفيديوهات انتشرت مؤخرا وصور انتشرت مؤخرا لعرب لأجانب زاروا الجزائر ويتكلمون باندهاش بإعجاب عن ما تزخر به الجزائر، خصوصا في طبيعتها في الجانب الطبيعي، ما تزخر به الجزائر من جمال لسواحلها لغاباتها لصحرائها، منبهرون حتى العرب الآخرين المتفاعلين مع هذه الفيديوهات والصور لم يكونوا يتصورون. للأسف هناك ضعف في التسويق من الجانب الجزائري لإمكانية الجزائر الطبيعية، وكان في هناك تفاعل كبير من كما قلت من العرب الذين شاهدوا هذه الفيديوهات يتمنون ويريدون زيارة الجزائر، لكن من جانب الخدمات هناك شيء كما ذكرنا نريد تطويرها أكثر. معي السيد مولود يوبي عبر الهاتف رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية والأسفار، مرحبا بك سيد مولود. كنت قد تكلمت قبل لحظات عن إمكانيات الجزائر السياحية، إمكانيات الجزائر الطبيعية، ما تزخر به الجزائر من إمكانيات طبيعية وسياحية ينبهر دائما كل من يزورها سواء من العرب أو الأجانب. لكن السياحة كما يقال ليست فقط مناظر طبيعية وجميلة فقط، وكذلك إضافة إلى ذلك الخدمات السياحية مهمة. من غير الخدمات الفندقية أكيد نمتلك فنادق على مستوى عالي وخدمات على مستوى عالي بمعايير عالمية دولية، لكن خارج الفنادق لما نخرج من الفندق في المدن، السائح يريد أن يزور المدن، يريد أن يكتشف المدن الجزائرية والقرى الجزائرية، الخدمات فيها، النقل في الليلا نهارا، النقل فيها، الإطعام، هل نحن في المستوى؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أشكركم على الاستضافة. أولا ما تفضلت به سيدي هو الحقيقة، الجزائر اليوم أصبحت وتكاد تصبح وجهة سياحية بعد خاصة بعد كوفيد.
يعني كوفيد هو نقمة ومرض، ولكن رب ضارة نافعة، وهذا ما كنا ننتظره نحن كجزائريون أو كفاعلون في قطاع السياحة. كنا ننتظر تحرك السياحة الداخلية أو السياحة الاستقبالية، سواء السياحة الداخلية بالنسبة للجزائريين أو السياحة الاستقبالية في استقبال الأجانب. اليوم رانا نشوف مع بداية فتح الحدود وبداية الفتح التدريجي للطيران أو النقل البحري أو حتى فتح الحدود مؤخرا مع الجارة تونس، هناك انتقال للسياح الأجانب والسياح الجزائريين كذلك داخل الجزائر، مع النقص اللي يعلم الجميع أنه موجود في كل ما هو هياكل فندقية وخدمات سياحية. أتمنى في المستقبل القريب إن شاء الله أنه الجزائر تنتهج سياسة كما رانا نشوفه إحنا كفاعلين، قلت تنتهج سياسة لتطوير هذا القطاع، وتكون هناك إرادة سياسية شجاعة وفعالة للنهوض بقطاع السياحة بجميع أركانه، سواء وكالات سياحة وأسفار أو فنادق أو حتى الإدارة المركزية التي تسير ومستوى من يسير هذا القطاع كذلك، أو الإدارة المحلية التي تسير هذا القطاع، أو يعني التكوين، أو حتى الناس اللي تخدم في الفنادق. وحتى نتمنى أن الثقافة السياحية تتغير لدى الجزائريين والجزائريات، وإن شاء الله خير إن شاء الله. أنا مسجل أمامي هنا في الورقة سيد مولود يوبي بعض ما يجب أن أعتقد ما يجب أن يتوفر ويكون في مستوى الخدمة، مثلا خدمة النقل، النظافة، أسعار الفنادق، الاستقبال والتعامل كذلك. لو نروح نقطة نقطة، مثلا نبدأ بنقطة النقل، مثلا توفير وسائل النقل مهمة جدا، أليس كذلك؟ نحن كجزائريين وأحيانا نعاني من مشكل النقل، خصوصا مثلا في أوقات متأخرة من الليل أو المساء، مش بالضرورة الليل، في المساء. خدمة النقل في الجزائر كيفاش تقيمها؟ لأنه هي مرتبطة كذلك بالسائح. نشوفوا السياح الجزائريين لما يروحوا لبلدان سياحية، تركيا مثلا، يستخدمون وسائل النقل العادية، ولكن في مستوى وسائل النقل لديهم في مستوى، وسائل النقل عندنا كيفاش تشوفها سيد مولود يوبي؟ شوف، احنا النقل عندنا، اولا النقل ينقسم الى نقل بري ونقل بحري ونقل جوي. الجميع يعلم، يعني شفنا الفضائح اللي صارت مع بداية موسم الصيف مع شركة نقل البحري، كذلك بعض المشاكل أو الكثير من المشاكل التي عانيناها نحن كوكالة سياحية أو كمواطنين جزائريين أو كجزائريين مقيمين بالخارج مع شركة الطيران، كذلك شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أو حتى مع الشركات الأجنبية التي رفعت أسعارها منذ بداية كوفيد، رفعت أسعارها بطريقة جنونية. وإحنا في الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار كنا انتقدنا هذا التعامل اللي تعاملته الشركات الأجنبية مع الجزائريين في رفع الأسعار ووضع أسعار جنونية، لأن الناس كانت لازم عليها تسافر. هذه الشركات بروفيتات من الوضعية العامة للبلاد. يعني النقل، واش راح نقول لخويا، راهو في وضعية كارثية، سواء شركة طيران سواء شركة النقل البحري. ممكن أنا ما أقصده سيد مولود يوبي أكثر شيء هنا من غير النقل الجوي والنقل البحري، لأنه الأزمة مست الجميع. نتكلم النقل الداخلي، يعني تاكسي، الحافلة، تراموي. النقل الداخلي موجود، وحتى المواطنين لما نشوفوا مثلا حتى الدولة أنها في رمضان مثلا تخلي لي بيوس هذوك تاع الدولة يمشي، أو النقل حتى تاع الخواص، كذلك النقل بين المدن متوفر، نقل كذلك حتى النقل يعني الطيران الداخلي متوفر. النقل احنا عندنا في الجزائر ما عندناش فيه مشكل. ممكن يكون هناك نوعا ما بعض الناس بيتكلم على ارتفاع الأسعار بالنسبة للنقل الجوي، خوتنا اللي في الصحراء، لأنه تذكرة مثلا من الجزائر العاصمة إلى تامن راست الآن بعد التخفيض اللي منحه السيد رئيس الجمهورية، تذكرة كانت تعمل حوالي 33,000، اليوم الجزائر تامن راست راهي تعمل 25,000، يعني الزملين و500. هو تخفيض كان هناك، تم رفع وإلغاء بعض الضرائب وبعض الرسوم على
هذا شيء جميل يشجع السياحة، وكذلك ينقص من الأعباء على المواطن اللي يحب ينتقل من الجنوب إلى الشمال. هناك من يقول أنه في نعم، هناك من يقول أنه بالعكس في هناك شيء من المشكل في 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 النقل، مثلا في ساعات المساء تقل وسائل النقل، حتى التاكسي مثلا، خدمة التاكسي في 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 مدننا أعداد التاكسي قليلة، يعني أنك توقف حتى تروح لمكان عن طريق التاكسي ممكن تستنى لأكثر من الساعة، ما يعني لأنه شوف في المعدل، لأنه شوف هذه الخدمات مهمة جدا بالنسبة للسائح. نعم طبعا طبعا، السياحة النقل هو شريان من شرايين السياحة. دورك احنا في المدن، مثلا ناخذ الجزائر العاصمة اللي هي عاصمة الجزائر، ابتداء من الساعة 8-9 ليلا تنعدم سيارات الأجرة أو تبدأ تنقص، حتى واحد يخرج مع عائلته باش يروح ما يلقاش، ينتقل من 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 مكان إلى مكان ما يلقاش. هذه ممكن شوف وين تلقى، وين تلقى النقل متوفر في المناطق السياحية، وين تلقى الكثافة السكانية تروح، كاين هناك مناطق سياحية معروفة، مثلا اليوم لو تروح الجيجل أو تروح العنابة أو تروح التلمسان أو تروح المستغانم أو تروح للقالة راح تلقى لتاكسي في الليل، تلقى النقل متوفر حتى الساعات متأخرة من الليل. للتاكسيور هذوما حتى هما عندهم لقمة عيش، يتبع إذا كان هناك سياح ينقلهم يخرج، إذا كان ما كانش، إذا كان المناطق ما هي سياحية ما يخرج التاكسيور، هذا أمر معروف. حتى أصحاب المحلات، أصحاب المطاعم أو أصحاب المقاهي أو أصحاب بيع المثلجات اللي في المناطق السياحية تلقاهم يسهروا إلى ساعات متأخرة من الليل، بينما في المناطق الغير سياحية والمناطق اللي تشهد كما نقولوا حركة كثيرة في اليوم، اللي هي فيها ما هي هي في الحقيقة مواقع أو مدن تجارية، هذه تغلق الساعة 5-7 مساء في الصيف الآن، تغلق وما تلقى فيها حتى. طيب. ولكن المدن السياحية تلقى فيها كل شيء متوفر. نعم، خلينا نشوفوا نتابعوا فيديو لأحد صناع المحتوى الليبيين. قلنا في هذه الأيام الأخيرة شهدنا دخول العديد من المواطنين الليبيين إلى الجزائر بسياراتهم إلى الجزائر، وعبروا عن إعجابهم بالسياحة المناظر الطبيعية في الجزائر. هناك أحد صناع المحتوى الليبيين معروفين، أعتقد اسمه رحاليستا أو رحيليستا، نشوفوا الفيديو هذا نتاعو عملوا على الجزائر ثم نعود. السلام عليكم، حاليا قريبين من الحدود الجزائرية في طريقنا إلى الجزائر. زي ما شفتوا الأيام اللي فاتت انفتحت الحدود التونسية الجزائرية، وصار الأقبال مش بس بين التوانسة والجزائرية، ولكن حتى الليبيين قاعدين يشوفوا بأعداد كبيرة عشان السياحة في الجزائر. العدد هذا أنا شخصيا أول مرة نشوفه، وأكثر وأعتقد أنه أول مرة يصير الأقبال بالدرجة هذه. فعشانك في عندي 5 أو 6 أيام فضيتك، قلنا نزرقوا فين للجزائر. أفضل لف 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 وراك هلف لف لف والدنيا تخوض. الآن في الطريق، جينا متأخر، احنا وصلنا متأخر للجزائر، وقبل ما ندخل الحدود بشوية اتصلت بواحد صديقي ما عندهش فكرة ان احنا جايين اصلا، لان هنختموا على الشرق وهو في الشرق الجزائري في مدينة قسنطينة. قلت نختموا عليه لازم نشوفوه، تعرفوه انتو. توقفوا ونوقفوا عادي، اروح اخويا نحبسوا شو العرفات الصباح. صباح خير، مع النور لمس مالك. قسنطينة غصن الفال وناسك شحال. كما شاهدتم أحيانا نكتشف بعض التفاصيل في بلدنا، تفاصيل جميلة في بلدنا عن طريق غيرنا، شيء جميل في النهاية. معلش، بلدنا كبير جدا، لا يمكننا حتى أن نكتشف كل تفاصيله. ممكن هناك بعض الأجانب يكشفون لنا عن بعض التفاصيل الجميلة في بلدنا. هذه الفيديوهات التي شاهدناها، هذا ليس الفيديو الأول، كان هذا الصانع المحتوى الليبي هذا معروف، كان نشر كذلك قبل هذا منشور وتكلم على 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 الجزائر وإمكانيات الجزائر السياحية والطبيعية، إمكانيات كبيرة تكلم، وعلى كذلك بالخصوص ردود فعل الشعب الجزائري لما يلتقون بالليبيين
في 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 زيارتهم. سيد مولود يوبي، برأيك هذه الصور التي شاهدناها مؤخرا خصوصا من طرف زوار وسياح ليبيين، برأيك ما الدافع الأساسي، ما سبب هذا الإقبال على الجزائر من طرف الليبيين برأيك؟ نعم، أولا أنا أرحب بجميع الإخوة الليبيين والمصريين والتوانسة وكل الإخوة العرب اللي يحبوا يزوروا الجزائر. ثانيا أود أن أشير إلى نقطة هامة طرحتها سيدي الكريم، هو أنه نكتشف الجزائر من عند غيرنا. هذه هي مشكلتنا احنا أظن، وأنا أتحدث كجزائري قبل كل شيء، أننا ما نعرفوش بلادنا مع الأسف وحدة، وثانيا نستناو الأجانب هما اللي يجيوا ينعتوا لنا بلادنا. لو كان هناك واحد جزائري دار نفس الطريقة، هناك العشرات أو المئات من الشباب الجزائريين لدوروا حتى هما وينعتوا ما تزخر به الجزائر من مقومات طبيعية وسياحية، ولكن لا ينتبه لها الجزائريون مع الأسف، لأننا مشات فينا واحد ثقافة أننا نحتقر كل ما هو جزائري. ولكن لما نشوفوا، لأنه عندنا نعمة ما نش حاسين بها، لما نشوفوا إخواننا العرب الليبيين أو المصريين أو التوانسة أو حتى غيرهم من الأجانب يجيوا للجزائر، نقولوا إيه والله صح، نحسوا بالنعمة اللي رانا فيها. نحن يا سيدي نحن في نعمة، نحن في بلد سياحي، نحن في بلد قارة، ولكننا مع الأسف كجزائريين لا نعلم ولا ندرك ما لدينا من 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 خيرات سواء سياحية أو اقتصادية أو فلاحية أو كل شيء. إن شاء الله هلا كل الفيديوهات هذه تبين الجزائريين والجزائريات الخير اللي رانا عايشين فيه، وما نش نحمد في ربي عليه، فهمتني ولا لا؟ هذا رأيي كجزائري. نعطيك الآن كل ما هو سياحة. السياحة أظن أنه انبهار هؤلاء السياح الأجانب اللي رام يجيو، هم على كل حال ما همش أجانب، هم خاوتنا، هذا يدل على أنه الجزائر بلد سياحي بامتياز. لأنه في الجزائر لما تمشي من الشرق إلى الغرب، أنا عندي معلومات أنه الإخوة الليبيين راهم يروحوا لتلمسان، يعني راهو يجي من ليبيا يقطع حوالي أكثر من 2000 كيلومتر باه يروح لتلمسان، يعني إلى أقصى الغرب الجزائري، وهذا شيء جميل جدا. وكأنه سيد مولود يوبي، كأنه السائح اللي يجي للجزائر يحس وكأنه زار ممكن 4 أو 5 بلدان، هكذا نحس. نعم، في السائح اللي يجي للجزائر لا أعتقد موجودة. شوف اللي يدخل على ليبيا راح يشوف الصحراء، وراح يشوف الحمادة، وراح يشوف الجبال، وراح يشوف البحر، ولو يجي في الشتاء راح يشوف الثلج. هذه هي المناخات اللي كاينه في العالم، مش كل شيء عندك في الجزائر، عندك الجبال، عندك الصحراء، وتتغير عندك وتتغير وتتغير اللهجات من اقصى الشرق الى اقصى الغرب والجنوب. وما نلاحظه هو ترحاب الناس، هو ترحاب الجزائريين والجزائريات بهؤلاء السياح، لانه الجزائري هو شعب مضياف. الجزائري انسان مضياف وانسان بشوش. الجزائري كي ما تقلقوش ما عنده علاش يتقلق، ما عنده علاش يتنرفا، ولا هو بالعكس يرحب بيك، ينعتوا لهم الطريق اذا كان تاه ويوري لهم، كاين حتى اللي يستضيفوهم عندهم، كاين اللي يخلصوا لهم غداء عشاء، يخلصوا لهم قهوه. هذا هو الانسان الجزائري، ماهوش مناش نحكيوا على ناس جايين من دوله اخرى، نحكيوا على ارواحنا. طيب لكن هذا السياحه لا ادري كيف اسميها سياحه، الى حد ما مستوى هذا مش هذه السياحه التي نطمح لها اكثر، نريد سياحه استثماريه، يعني سياحه ضخمه حقيقيه وبنى قاعدية حقيقية. نتكلم مثلا على سبيل المثال على أسعار الفنادق. أسعار الفنادق غالية في بلدنا، ما السبب؟ نعم، أسعار الفنادق خاضعة لقانون العرض والطلب. لازم تعلم سيدي أنه هناك حسب الإحصائيات الرسمية قبل بداية الصائفة هذه اللي مدتها وزارة السياحة، أنه هناك 35,000 سرير على مستوى الشواطئ الجزائرية، وهذا يعني عدد الفنادق، عدد الأسرة في الفنادق 35,000 سرير، وإحنا نعرف أن الجزائريين فقط هما 45 مليون. إذا كان 500,000، إذا كان 500,000 من الجزائريين هذوما أو 10% من الجزائريين هذوما 4.5 مليون يتحركوا في الجزائر في وقت الصيف، راه ما عندهمش وين يباتوا، الأسرة ما تكفيهمش. لهذا انتهجنا وإحنا نشجعوا في الاتحاد الوطني وكالة السياحة والأسفار النوع تاع السياحة اللي هو الإقامة لدى أو السياحة لدى المقيم. علاش كاين الناس تكري ديارها وكاين والدوله وضعت مرسوم تنظم بهذه العمليه، ولكن مع الاسف ما كانش هناك اقبال كبير عند المواطنين باه يروحوا يديكلاريو الديار تاعهم اللي راهم يكريوها عند البلديات، رغم انه ما كاين لا ضرائب ولا شيء. ولكن على الاقل باه الناس ما نخرجش على الموضوع، هذا النوع من الاستقبال تاع السياح اللي هو كراء المنازل وكل شيء يسهم في
أنه ينقص الضغط على الفنادق، وهذا شيء كذلك يدفع بالجزائريين والجزائريات سواء يعني لما نتكلم على جزئية، سامحني سيد مولود، لما نتكلم على جزئية السعر متعلق بالضغط الكبير أو بالطلب الكبير، متعلق بقانون العرض والطلب. هذا طيب لأنه إذا لأنه يعني في الحالة هذا في الحالة هذه سامحني في الحالة هذه يعني حب يقول أنه عدد الفنادق عدنا قليل ويجب توسيع سلسلة الفنادق في الجزائر حتى نخفف لازم شوية، لازم توسيع تساعد في توسيع في انخفاض السعر. شوف لابد من زيادة عدد الفنادق. طيب وكذلك من تغيير السياسة المنتهجة. احنا كنا أي سياسة وشنو هي بالتحديد؟ لأنه الدولة الآن تشجع في بناء فنادق. الفنادق اللي موجودة اليوم في الجزائر أكثر من 900 فندق، راهي أغلبها 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 حوالي 90% منها أو أكثر من 90% هي فنادق حضارية، فنادق تكون في وسط المدينة كما يقولوا سيدي زوتيل دافير ولا دي زوتيل أوربان، ما همش فنادق للراحة والاستجمام الجزائري كيجي مثلا لو واحد من الجزائر العاصمة يروح لتلمسان، ما هوش راح يبات في نص المدينة تاع تلمسان، لازم يبات في المناطق الساحلية تاع تلمسان. يعني تقصد فنادقنا للمبيت فقط، فنادق للنوم، فنادق راحة واستجمام مجهزة للعائلات الجزائرية. وما ننساوش كذلك أن العائلات الجزائرية عندها طابع خاص، الجزائري ما يحبش يبات في فندق بعيد على أولاده، الجزائري يكون تخير ما بين دار يكون هو وزوجته وأولاده كعائلة، وأن وتخير ما بين الفندق اللي يكون في غرفتين لأن الغرف ثنائية في الفنادق أو ثلاثية على أقصى تقدير، راح يختار المنزل. على هذه احنا طالبنا بإنشاء قرى سياحية تكون على شواطئ الجزائر، تكون في الشواطئ الجزائرية، تكون على شكل منازل وتكون قريبة للبحر، بحيث أن العائلة الجزائرية تحافظ على نفس المستوى ونفس نفس المستوى المعيشي تاعها ونفس الطبيعة المعيشية للجزائر. لكن نحن بعض الأمور نحن نتكلم عن ليس فقط الجزائريين، عن العرب الأجانب اللي جونا، يعني كيفاش نحاولوا اننا شوف حنايا نشجعوا السياحه في خدمات الفندق. شوف السياحه كي تبدا الاولاد بلدك صح، وحنا شفنا انه هناك بعض الدول اللي تعتمد على السياحه في اقتصادها، وين الدخل البي بي تاع السياحه في بلدانها حوالي يوصل حتى ال 35%، يتجاوز ال 35%. ولكن لما مع أزمة كوفيد هذه الدول التي تعتمد على السياحة كمصدر دخل أساسي لاحظناها طيب. أنها تراجعت، وعلاش؟ لأنه طيب الدولة السياح تاعها أو المواطنين تاعها ما يقوموش بالسياحة في البلد تاعهم. دونك احنا في الجزائر لازم نستفيدوا من هذه الخبرة، احنا في الجزائر لازم نبنيو ديزاين انفراستركتور للجزائريين صح، حتى إذا كان قدر الله تغلقت الحدود مرة ثانية لسبب أو لآخر، على الأقل نوفر السياحة للجزائريين. ومن بعد طيب السيد مولود يوبي، الوقت لم يبقى لي الكثير منه. نقطتين أريد أن أسمع رأيك فيهما باختصار إن أمكن. أولا نقطة النظافة في المدن، نقطة مهمة كذلك للسائح، ألا ترى أنها مهمة مسألة النظافة في المدن؟ مسؤولية الجميع، نظافة مسؤولية كل واحد ينظف قدام داره، هذا أمر معروف. أولا النظافة لنا احنا قبل ما تكون نظافة للسياح، لأنه لما ننظفوا احنا قدام دارنا بعد السائح يجيك عادي ما وش مشكل، بالعكس السائح يدخل لبلاصة نظيفة راح يحافظ على النظافة. المهم أنه المواطنين هم اللي يحافظوا على النظافة، لأن بصراحة الكثير من السياح الأجانب والعرب أبدوا امتعاضا شديدا جدا جدا جدا، وتأسفوا لعدم نظافة بعض المدن. نعم مع الأسف ملاحظة جد هذه الملاحظة جد واضحة، يعني مش جزئية غير واضحة، ملاحظة واضحة جدا. هذه راجعة جزء منها للبلديات وجزء منها أكبر جزء يتحمله المواطن. أنا نتكلم الآن كمواطن جزائري، أكبر جزء تاع مسؤولية في هذه المسألة مسألة نظافة الأحياء والمدن، لأن طيب. الحي هو عبارة عن مدينة عبارة عن مجموعة أحياء، هو المواطن هو اللي يتحمل المسؤولية هذه. طيب النقطة الثانية والأخيرة، هناك بعض الدول السياحية شقيقة مثلا تعتمد
السياسة المدن الساحلية عفوا المدن السياحية. نعم. يعني تدخل نعم. المدينة تجدها كاملة مكتملة يعني كل شيء موجود. نعم. نعم. تخرج نعم. خارج المدينة لغير لأماكن أخرى تجدها عادية يعني مثل بلدنا عادي، لكن مهتمة بالمدن يعني المدينة اللي تدخلها مدينة سياحية أو حتى العواصم المدن الكبرى تجدها يعني على 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 عشرة يعني عشرة على عشرة والمدن السياحية كذلك مهتمين بها كذلك. تخرج خارج المدن هذه تجدها بسيطة جدا 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 مثل بلدنا. بهذا الطريقة هناك من اعتمدوا عليها وكانت لهم مداخيل مالية سياحية كبيرة جدا، ما رأيك؟ نعم هذا هو. شوف يا أخي الـ 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 في دقيقة إن على أقصى تقدير سيد طبعا تفضل. لو نأخذ شقيقة تونس، شقيقة تونس المدن السياحية اللي عندهم في سوس ولا في حمامات ولا في قمرت في تونس العاصمة أو في جربة، الناس اللي وضعوا السياحة السياسة السياحية التونسية أغلبهم درسوا في المدرسة العليا للسياحة بالأوراسي، درسوا عندنا في السبعينات هنا في الجزائر، وراحوا واخذوا أفكار وراحوا بناوا هذه المدن السياحية. احنا في الجزائر عندنا مناطق سياحية نقدر نديروها مدن سياحية وتكون خاصة بالسياح سواء الجزائريين أو الأجانب، وتكون على شكل هيكل فندقية ومنتجعات ودير فيها وش حبيت نتايا كل ما يحتاجه السائح. طيب هذه نتمنى أنها تكون في القريب العاجل إن شاء الله. نتمنى أن الدولة تضحى في سياسة إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد مولود يوبي رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية والأسفار، كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا مستمرون في حواراتنا في الظاهرة، لكن بعد فصل إشهاري لا تبتعدوا.